الحمد لله على السلامة. اسمك لو سمحت. اسمك الله وسلمك وعانكم الله. اسمك 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 ناصر علي سنانك. نحن الان على مشارف حميده، الان على مشارف وادي زبيد ان شاء الله. ايش تقولوا هذا؟ يعني انا اقول انه انكم قطعتوا شوط عظيم ولا يعملوه الا العظماء ويعملوها الناس الصالحين، الناس اللي خلقهم الله لفائده الانسان ولفائده البقيه. هؤلاء تجار محترمين، التجار هؤلاء يعني نموذج هؤلاء من الناس الاوائل اللي يفترض انه البقيه تقتدي بهم، يعطوا من ما ادى لهم الله لما يفيد الناس، لما يفيد الامه، لما يفيد المجتمع، لما يفيد البسطاء، لما يفيد الغلابه داخل البلد. ما شاء الله كلام في محله، كلام سليم، كلام كويس. اسمعني، شكرا جزيلا. امس اولا كان في مبادره من الشيخ عبد الله حسن بجمع الاموال يعني سريعا، امس ربما 40 مليون جمعوه. الله يحفظهم. بهذه الاذاعات يعني ما قصروا. يعني الصدق يعني عفوا، في تجار مخفيين لم يظهروا. الى الان ما ظهروا، الى الان نطلب منهم انه الى متى الغياب؟ ياتوا الان. أيوة. يتبرعوا ويتقدموا ويبادروا، هذه صدقتهم جاريه. قال صلى الله عليه وسلم ما نقصهم خير في الدنيا والاخره، هذه فيها حسنات واجر كبير. هذه ما نقصهم من صدقه. ما ينقص مال من صدقه، ما يزيد. نعم، جزاكم الله خير. السلام عليكم.